كل سنة وانت طيب يا إمام، وعقبال 100 سنة تبقى كلها صحة وسعادة ونجاح. إمام من اللعيبة الكواليتي اللي تمزجك، يعني اللعيب اللي تحب تتفرج عليه وتحب دايما الكرة تبقى تحت رجله، وهذه أصبحت عملة نادرة للأسف الشديد. بقالنا سنين وسنين، احنا كل 10 سنين تقريبا يظهر عندنا موهبة أو اتنين، وعلى الرغم من أنا ما عنديش شك إن احنا عندنا مواهب كتير جدا، عندنا مواهب كتير، بس في منهم جزء مش لاقي الفرصة، وفي جزء منهم محتاج يقدر قيمة موهبته ويديها ويشتغل عليها ويطور فيها عشان يوصل للمكانة اللي يستحقها. دايما بشوف ان الموهبة دي هبة من ربنا سبحانه وتعالى، ممكن تبقى نعمة على حد وممكن تبقى نقمة في اوقات كتيرة على حد تاني. مش هقول امثلة كتيرة جدا كانت تستحق تبقى موجودة، مش بكلم على المستوى المحلي، بكلم على المستوى العالمي في افضل اندية العالم، لكنها للاسف هي اللي ظلمت نفسها. امام اعتقد وانت بتشتغل مع منظومة تخلي كل أحلامك، كل طموحاتك، كل أمنياتك حدودها السماء. أنت بتشتغل مع منظومة تخلي أصحاب القدرات المحدودة يقدروا يوصلوا لمستوى من النجاح يحلم بيه الناس كلها. وبالتالي لما يبقى ربنا مديك الإمكانيات دي، أتمنى أنك أنت تستغلها أفضل استغلال، وإن شاء الله بإذن الله مزيد من النجاح. واحد من الأسماء اللي تحطها أو تراهن عليها وأنت بتفكر في جيل جديد في الكرة المصرية، وانت بتفكر في شكل جديد لمنتخب مصر، وبالتأكيد هيكون واحد من أهم الأسماء اللي هتشتغل مع كابتن حسام حسن.